أقام نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل كامل الوزير ووزيرة البيئة ياسمين فؤاد بجولة في المنطقة الصناعية في 6 أكتوبر. شملت الجولة منشآت لإعادة تدوير المخلفات البلاستيكية وآخر لتصنيع الأكياس البلاستيكية المستخدمة في تعبئة المواد الغذائية. تنفيذا للبرنامج الطموح الذي أعلنته الحكومة الجديدة في ملف تنمية وجذب الاستثمارات والتسهيلات لإقامة الأنشطة الصناعية، تأتي جولة نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل كامل الوزير ووزيرة البيئة ياسمين فؤاد للمنطقة الصناعية في 6 أكتوبر. احنا حرصنا ان احنا يبقى اول جولة لنا في اول منطقة صناعية اتعملت بنظام المطور الصناعي، وده نظام احنا بندرسه دلوقتي عشان احنا من وجهة نظرنا ان هو افضل نظام نطور به صناعة او نخصص به اراضي وننشئ به مصانع، وهنشوف اكتر من نموذج. الجولة تعكس تنفيذ احد اهم اهداف الحكومة في دعم ملف الصناعة وتوطينها، حيث تم استعراض الخدمات المقدمة للمستثمر سواء فيما يتعلق بالبنية التحتية للمنشآت الصناعية او تلك الصحية المقدمة للعمالة الملحقة بتلك المشاريع. عندنا برنامج مع معالي الوزير اسمه الصناعة الخضراء ب 270 مليون يورو هيبدأ في ديسمبر القادم، ده هيوسع القاعدة بتاعة الدعم الفني. الفكرة بتاعت خفض الانبعاثات، إعادة استخدام المياه، نعمل ألواح من الطاقة الشمسية، كفاءة الطاقة في العملية الصناعية، كل ده هيخلي المصانع بتاعتنا والصناعة بتاعتنا قادرة تواكب اللي بيحصل بره، فنقدر ان احنا نسيطر. شملت الجولة منشآت لإعادة تدوير المخلفات البلاستيكية وآخر لتصنيع الأكياس البلاستيكية المستخدمة في تعبئة المواد الغذائية، كما شملت إحدى شركات تصنيع السيارات الكبرى في المنطقة إلى جانب مصنع آخر للمواد الغذائية. عقدت وزارات الكهرباء والبيئة والدولة للإنتاج الحربي اجتماعا لبحث مستجدات الموقف التنفيذي لمجال إدارة المخلفات الصلبة. ناقش الاجتماع سبل تحقيق أقصى استفادة من تشغيل منظومة إدارة المخلفات الصلبة. وخلال الاجتماع تم إعلان الانتهاء من إنشاء محطة لتحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية بمنطقة أبو رواش بمحافظة الجيزة. أعلنت وزيرة التنمية المحلية منال عوض عن تسليم مصنع تدوير المخلفات بقرية تون الجبل التابعة لمركز ملاوي بمحافظة المنيا بتكلفة إجمالية تبلغ 90 مليون جنيه. وأوضحت الوزيرة أن حجم الاستثمارات المقدمة لتطوير منظومة المخلفات الصلبة بمحافظة المنيا بلغ حوالي 278 مليون جنيه. تضمنت مشروعات أخرى جار إنشاء عدد 3 مدافن صحية آمنة بإجمالي تكلفة بلغت 188 مليون جنيه. أكد وزير التموين شريف فاروق أن تكلفة إنشاء صومعة ميناء غرب بورسعيد بلغت 1 مليار جنيه حتى الآن. كشف وزير التموين أن الصومعة بها 8 خلايا، منها 4 خلايا بسعة 14,000 طن للخلية الواحدة، و4 خلايا بسعة 11,000 طن للخلية الواحدة. جاء ذلك خلال افتتاح وزير التموين ومحافظ بورسعيد إنشاء صومعة ميناء غرب بورسعيد. أكدت الحكومة أهمية تخطيط وتنمية الموارد المائية ورفع كفاءة استخدامها وتحسين أداء منظومة الري والصرف. خلال اجتماع عقده وزير الموارد المائية والري هاني سويلم لمناقشة محاور عمل الجيل الثاني لمنظومة الري، وجه الوزير بأن تتوافق هذه المحاور مع الخطة القومية 2037 وأيضا استراتيجية الوزارة 2050 وما تشهده الدولة من تطوير شامل للمنظومة المائية. استقبل وزير قطاع الأعمال العام محمد شيمي بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية سفير اليابان لدى القاهرة السفير أوكا هيروتشي والوفد المرافق له. استعرض وزير قطاع الأعمال العام العديد من الفرص الواعدة والمتاحة للاستثمار في الشركات التابعة ومجالات التعاون الممكنة في قطاعات متنوعة. في سوق المال أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك للجلسة الثالثة على التوالي. مدفوعة
مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مال التعاملات العرب والأجانب نحو البيع وسط تداولات بلغت 4.3 مليار جنيه. ربح رأس المال السوقي 14 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.993 تريليون جنيه. أما على صعيد المؤشرات، ارتفع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة بلغت 0.70% مغلقا عند مستوى 29195 نقطة، فيما قفز مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة بلغت 0.69% مغلقا عند مستوى 6680 نقطة، فيما صعد مؤشر إي جي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة بلغت 0.79% مغلقا عند مستوى 9603 نقاط. أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على ارتفاع، وذلك بفضل نتائج أعمال إيجابية. زاد المؤشر القطري بنسبة بلغت 0.2%، فيما ارتفع مؤشر دبي بنسبة بلغت 0.9%، بينما تراجع مؤشر أبوظبي بنسبة بلغت 0.5%، فيما هبط أيضا المؤشر السعودي بنسبة بلغت 0.6%، مواصلا خسائره في الجلسة السابقة.